السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليكم عشر. إخواني أخواتي، لنا عودة لكم في موضوع جديد إن شاء الله، وإن شاء الله يكون فيه إفادة لكل الإخوة والأخوات وهواة ومربين تربية الطيور عامة. أحبابنا وخواتنا، رجعنا لكم في موضوع تابعنا إلى آخر الفيديو، فيه إرشادات ومعلومات مهمة وتصحيح بعض الأخطاء للمربين أيضا. كما تعرف أخوكم جلال، أنا كي ندير فيديو نهدر الحق حتى ولو كان مرا، يعني كي نهدر على نقاط ما يجيش إنسان يقول لي أك جلال أك تهدر على فلان ولا كهدرت عليه ولا كذا. أنا نهدر وش راني نشوف كاين خطأ نهدر عليه فقط. فهمنا خوتنا العزاز، اليوم جيت راح نهدر على ثلاثة مواضيع، منها الموضوع الأول تاع تزاوج السورة وشونتير ولا شونتير وشونتير المال، فهمنا، مع الفيمال ولا كذا. أنا جايكم في مواضيع، رانا درنا فيديو إن شاء الله، ورانا جايين معاكم كيفاه نعلموكم تنتجوا هذه الطيور بكل سهولة وبكل سلاسة مثلها الحسون والطيور الأخرى. كيما راك تشوف لا فيمال هاي بدات تبوزي، وذلك باستعمال الفيتامين للتزاوج. مرة تبوزي مرة لا وكذا، نصبر عليها منا 15 يوم إن شاء الله تبوزي وما كان حتى إشكال. أيضا النقطة الثانية، يجيوني ناس سقسين يقول يا خويا جلال كيفاه الطيور دخلت في غيار الريش، في غيار الريش مسبقا. نحن نعرف جينيرالمون الطيور تاعنا تدخل في غيار الريش مثلا كما نقولوا احنا في موسم سبتمبر، في موسم جويلي، في موسم اوت، كل واحد كيفاه. لكن خويا العزيز اللي لازم عليك، ما لازم عليك انك تعرفوا، انا الطيور تاعي مالفه ديما تدخل لي جويلي وتجوان، كل واحد كيفاه. لازم عليك تعرف انه التقلبات في الجو هي السبب الاساسي في دخول الطيور في غيار الريش المبكر او في الجهوزيه المبكره، يعني قادره تجهز لك الطيور في فبراير كما العام اللي قبل هذا كي كان الحر الشديد، وقادر تدخلك في غيار الريش مسبقا كي يعود الحر الشديد. يعني كي يعود الحر الشديد الزائد راح يجفف الريش تاع الطير تاعك، كي يجفف الريش تاع الطير تاعك راح يدخل لك مباشره في غيار الريش. هذه هي النقطه اللي لازم عليك كمربي هاوي انك تعرفها خويا العزيز. انا كما راك تشوف الان عندي معظم الطيور خرجت من غيار الريش، وبعض الطيور الاخرى التي لدي ما زالت في تغيير الريش. يعني كل واحد والعصفور تاعو، ما لازمش كامله يدخلوا مع بعضهم في غيار الريش، وما لازمش كامله يخرجوا مع بعضهم في غيار الريش. نقطه اثنين، رقم اثنين، حول فيتامينات الراد. حول فيتامينات الراد، كما تعرف اخوكم جلال انا صريح جدا ونهدر الحقيقة فقط، لأني أنا قناتي كي جات لهنا نعلم الناس دون احتكار المعلومات، دون بخل الناس، ونعاون الناس بقدر الإمكان. لأن الطير هذا نحافظ عليه هنا، أنا كي يموت الطير معناها نستدنى به. يعني استعمالات الراد، أنا أول ما خرج الراد هذا وهبط الجزائر خدمت به، كان الاستعمال تاعو رهيب وغريب جدا. لماذا؟ لأنه منتوج أصلي، خدمنا بالأوريجينال. أما حاليا راهي بدات الدواوات والفيتامينات تاع الراد راهي بدات تتفبرك. يعني علاه خويا العزيز كي بدات تتفبرك؟ انا حاليا مؤخرا عندي شويه راد في الاوريجينال، وخدمت بالراد اللي شريته مؤخرا، لكن لقيته شويه مفبرك، يعني كاين تذراح في هذه الادويه والفيتامينات. ينصحك خوك جلال انك تشري، اشري من هيئات موثوقه. تفهمنا خونا العزيز، اي واحد يشري فيتامين او دواء ومغشوش يقتل له الطير تاعو ولا يدخله في غيار ريش مفاجئ او كذا، دير فيديو خويا العزيز من عند من شريتيه وحطه على القناه تاعك ولا على الفيسبوك تاعك، باه الناس تتعلم انها ما بقاتش تغش الناس. نقطة أخرى إخواني إخواتي، كاين بعض الشرمذات تجيني على الصفحة تاعي تسب لي طيح لي بالكلام كذا ومن هنا. أنا شغل يا خويا العزيز، أنا ما على باليش بهم، أنا عايش حياتي نقدم للناس ومفيد في الناس، ما شاء الله عليا وما شاء الله على المتابعين تاعنا. يعني كاين الناس كيما نقول احنا تجي تزيد لك الهضرة، وضم منافقين وضم اللي يديروا في الفتنة باه تولي تشك في أصحاب الصفحات الفيسبوكية أو اليوتيوب أو اليوتيوب أو كذا. أنا ما نشك حتى في واحد اللي يكتب يطلب بلوك طول. أيضا كاين
واحد الشرمادات ايضا قليله جدا راهي تنخس فينا، تنخس في القناه تاعنا بطريقه غير مباشره. يعني كما نقول احنا انا ندير فيديو نعلم فيه الناس، وكاينه ناس كي شغل تحب تعكس لي الفيديو تاعي. خويا العزيز انا راني قاعد نعلم في الناس راهم يستفادوا من المواضيع تاعي، لكن انت الفكر تاعك يبقى محدود انك تتابع القناه تاعي وما تطورش في الفكر تاعك. يعني الفكر تاعك يبقى محدود، وتعرف بانك لا تستطيع ان تجاري قناتي، لاني القناه تاعي نخدم مع الناس عن طريق الخبره. ديما نقول لك عن طريق الخبره والتجربه تاعي. واش داويت العصافير؟ بماذا داويت؟ نعطيك الخبره تاعي. باش كوفيد نعطيك لا كوفيد، باش روضت نعطيك الترويض، يعني على الخبره والتجربه. انا ما رانيش نقول لك اني طبيب خويا العزيز نهدر معك علميا، انا نهدر معك عن طريق التجربه والخبره تاعي واستعمالات الادويه تاعي. فهمنا؟ يعني اي انسان يحب يشوف روحه طبيب ولا كذا لازم تكون قاري عليها خويا العزيز، لازم يكون عندك شهادات معترف بها على الاقل وطنيا او عالميا باش تولي طبيب وتهدر في صفحة على الفيسبوك تاعك ولا كذا بطريقة علمية. ايضا تربية الطيور لا تحتاج الى علوم دقيقة اخوي العزيز، ربي الطير تاعك، عندك خبرة تجربة تخدم بها مع الطيور تاعك. شفتي تجربة تاع واحد وفادتك في العلاج ولا الترويض ولا في لاكوفي، خدم بها اخوي العزيز. انت ما راكش تقرا على الريشة تاع العصفور، لانك عندما تقرا على الريشة تاع العصفور راح تبقى دائما تقرا غير على الريشة تاع العصفور، يعني ما راح تستفاد لاكوفي لا ترويض لا انتاج لا علاج. فهمت خويا العزيز؟ احنا هذه هواية نتقسموها مع بعضنا ونخدموا بها مع بعضنا. والنقطة الأساسية والمهمة، تجيني الكثير من الأسئلة، يقولوا لي خويا جلال اسكو زهرة الهنديبة نغاليها ونقدمها للعصفور؟ اسكو زهرة الهنديبة نحطها في الثلاجة؟ اسكو زهرة الهنديبة نجففها؟ خويا العزيز راح تجيك الإجابة عن طريق التجربة والخبرة، وروح ابحث عليها تلقى الكلام تاعي صحيح 100%. أولا خويا العزيز، زهرة الهنديبة ليست مثل زهرة الحرايق أو إكليل الجبل. يعني خويا العزيز أنا كي نقول لك حط زهرة الحرايق، نبتة الحرايق في الماء، راح تسيب المفعول تاعها بتحرحر لك الطيور تاعك، يعني عن طريق التجربة والخبرة. الإكليل هذا كي نحطيه في الماء راح يسيب المفعول تاعو باه كيما نقولوا حنا، يعالج لك الطيور من الأمراض. كيما أنا اليوم راني داير تريتمون العصافير تاعي، كيما لافيميل هذيك راني 5 أيام ونبدلها بفيتامينات تاع التزاوج باش نقيها من أمراض الكبد ونزالات البرد والتغيرات الجوية وكذا. هذه راح نقسمها على 5 أو 6 أو 7 طراف، يعني كيما قلنا عندي طيور كثيره، كل واحد نحط لهم عندي تريتمون في النهار، كل مره في السمانه نحط لهم تريتمون باه يمرضوليش العصافير. يعني عفوا راح يكون الفيديو مطول شويه لكن تستفاد مليح. يعني الوقايه خير من العلاج، انا نقي الطيور تاعي قبل ما نعالجها. ايضا خويا العزيز كي تدخل لي انت زهره الهنديبه تغالاها وتقدمها للطير تاعك، خويا العزيز زهره الهنديبه ما هيش تولي زعتر ولا تولي تيزانه، تفهمنا؟ يعني التركيب تاع زهرة الهنديبة كي تحب تفهم عن طريق التجربة والخبرة أو علميا، زهرة الهنديبة العصفور في الطبيعة كي يتغدى عليها واش راح يدير؟ راح ياكل على الأقل نبتة أو اثنين ما يكثرش منها، لأنه في المورفولوجي تاع الطيور تاعك يعرف العصفور قداه الكمية اللي يحتاجها من المفعول تاع زهرة الهنديبة. كما نعرفوا هي مفيدة للتزاوج، تقضي على أمراض الكبد، ترفع الطاقة كذا، عندها أمور ياسر وشرحناها. يعني كي تزيد له أنت في الكمية تاع التركيز، من كنت راح تعالج الطير تاعك من الكبد راح تمرضه، من كنت راح تهيج العصفور تاعك على لاكوفي راح تزيد له بوكو تشارج فوق المنطقة تاعو، يعني كيما نقولوا احنا راح يتفلق لك العصفور تاعك. المهم يعني تحدث عنها أعراض كثيرة. نصيحتي لك خي العزيز، من المستحسن انك تقدم الزهره كما راك تقطفها عليها، لانه العصفور ياكل الزهره فري، يعني طريه ونيه وكما مخطوفه من الطبيعه. جرب خويا العزيز غالي ولا شيح التيزانه تاع عفوا شيح الهنديبه تاعك، دوك العصفور ما ياكلهاش مجفه خلاص، تفهمنا خويا العزيز؟ يعني الهنديبه كي تعود مجفه ما ياكلهاش. ثانيا كي تغالي له الهنديبه خويا العزيز راح يكون مثلا، كاين ناس ما تعرفش راح يجيب لك رطل الهنديبه ويغلاها، يعني راح يكون التركيز والمفعول تاع الهنديبه اقوى بكثير مما يحتاج جسم الطائر، يعني قادر الطائر تاعك يموت لك او يمرض لك كبد مباشره. يعني احذروا يا ناس عند طرح المواضيع او عند مثلا تمد رايك، حاول انك تدرس الموضوع جيدا. ايضا خويا العزيز من ناحيه انك تغالي تيزانه
وتجففها وتحطها في الثلاجة. كي تحطها في الثلاجة خويا العزيز وهي مجففة، كاينه ناس تحتفظ بها لمدة عام أو 6 شهور، وإن على بالك أنت كي تجففها راح يروح لها المفعول، وإن على بالك أنت كي تحطها في الثلاجة راح يروح لها المفعول. أيضا حسب الظاهرة اللي رأيتها أخي مؤخرا، كاينه ناس استعملتها في البزنس، بزنس مان كما نقولوا حنا، دي بزنس. واش يديروا؟ يروحوا كي تم بتزهرة الهنديبة يروح ينحيها بكميات هائلة جدا ويجففها ويبيعها في الأسواق. الأعراض والسلبيات هي كي ينحي بأعداد هائلة من الطبيعة زهرة الهنديبة، ماهوش غير الحسون ياكل زهرة الهنديبة، باقي طيور في فصل الربيع خلقها ربي سبحانه باه تتغدى عليها الطيور، باه توجد لاكوفي. كي تنحيها انت من الطبيعه راح معظم الطيور ما تجهزش باه تتزاوج، راح تقل كميه الانتاج في الطيور، راح تنقرض الطيور، وايضا قادر تقضي على زهره الهنديبه في الطبيعه، وبالتالي تحدث اعراض كثيره. يعني خويا العزيز كي الاعراض والسلبيات الثانيه، كاين ناس راه يجفف فيها وتبيع فيها بكميات هائله في الاسواق مجففه، وهذا خطا كبير. يعني العصفور تاعك كي تشري له مجفف خويا العزيز تمدو للطير تاعك ممكن ما ياكلهاش، كي ما ياكلهاش تولي ترميها في المزبله، ومعظم اللي شراوها وحطوا لنا في لي كومونتير هنا رماوها في المزبله، يعني خسرتي الدراهم تاعك، والهنديبه هذيك من كانت تحتمد في الطبيعه وتتكاثر ويستفادوا منها الطيور راحوا رماوها الناس في المزبله. يعني خويا العزيز حاول انك تقطف الكميات المعتبره اللي يحتاجها الطير تاعك وتقدمها للطير تاعك. نقولها ونزيد نعاودها، جامي تقدم زهره الهنديبه للعصافير تاعك مجففه، قادر ما ياكلهاش، ماهيش تيزانه وماهيش زعتر وماهيش اي شيء خويا العزيز، هذه زهره يحبها العصفور فري وما تقدرش تحطها في القاروره تاع الماء. هذه كانت نصائح تاع خوك جلال، خفيف ظريف، كان معكم خوكم جلال، ان شاء الله راح نرجع معكم في موضوع تزاوج الحسود، تزاوج الكناري، تزاوج مثلا الشونتير والموزمبيق لتتعلم اكثر خويا العزيز، سلام.